السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظر اليومية للأسواق اليوم 2 يونيو 2021، ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي باع بالرغم من التراجعات التي سجلها المؤشر إلا أن حفاظه على التداول أعلى مستوى الدعم 89.50 دفعه للارتفاع مرة أخرى إلى المستويات الحالية 89.96، وكما أشرت إلى أن المستويات 59.50 ومستويات 89.20 تمثل نطاق دعم قوي لتداولات مؤشر الدولار الأمريكي في انتظار صدور بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة، والتي سوف يتم تغطيتها في تغطية حية بمتابعة لتأثيرها على الدولار وتأثير ذلك على أداء الدولار أمام أغلب العملات. تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعتها بشكل حي. أما بالنسبة لتداولات اليورو دولار، بالرغم من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في عامين حسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، إلى أن اليورو لم يستفد من تلك البيانات في ظل تسعير الأسواق بأن معدلات التضخم المرتفعة الحالية ترجع إلى عوامل مؤقتة، وأن البنك المركزي الأوروبي لن يفكر في سحب التسهيلات في الوقت الحالي حتى التأكد من استدامة ارتفاع التضخم وتحسن النمو الاقتصادي. ولكن الناحية الفنية أيضا تظل النظرة الحيادية قائمة بين التداولات بين المستوى 1.2266 والمستويات 1.2133. شخصيا أرى أن المستويات 1.2180 في حال استقرار أدناها من المتوقع أن يحشد اليورو دولار المزيد من الزخم السلبي، ولكن يفضل ظهور ذلك على مؤشر الام سي دي للبيع باستهداف المستويات 1.2050، وتظل أيضا النظرة الحيادية والسلبية قائمة طالما استقرت التداولات أسفل مستويات 1.2266، ولا ننصح بالشراء إلا في حال اختراق ذلك المستوى. أما بالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، وأيضا أقينا على التوقعات السلبية للزوج بالرغم من الارتفاعات الماضية فقط على المدى القصير، من المتوقع أن نشهد أيضا المزيد من التراجع إلى مستويات 1.4095 ومنها إلى مستويات 1.4050 في حال كسرها، ولكن على المدى المتوسط والطويل لا تزال النظرة الشرعية، ولذلك البيع سيكون أقرب لي المضاربة. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، أوضحت بالأمس إلى أن هناك فرصة شراء على زوج الدولار ين. بالفعل ارتفع الزوج المستويات الحالية 109.70، من المتوقع أن يسجل الزوج المزيد من الارتفاع إلى المستويات 110.20، وتظل أيضا النظرة الإيجابية قائمة على المدى الطويل طالما حافظ الزوج على تداولاته أعلى المستويات 108.35. وبالنسبة لأسعار الذهب، أيضا تستقر التداولات حاليا عند مستوى دعم قوي متمثل في مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8، من المتوقع أنه في حال الاستقرار أعلى المستويات 1892 أن يرتفع الذهب مرة أخرى إلى مستويات 1912 دولار للأونصة، وتتحول فقط النظرة إلى البيع في حال الإغلاق الساعة أسفل مستويات 1892. وننتقل إلى تداولات مؤشر الداو جونز الذي قد يستهدف مستويات 35,000 خلال الأيام المقبلة بشرط حفاظ التداولات أعلى مستويات 34,500. الإغلاق فقط الواضح اليومي أسفل مستويات 34,400 هو ما ينفي النظرة الشرعية الحالية. ونلقي نظرة سريعة على أسعار النفط بعد قرارات منظمة الأوبك، والتي من غير المتوقع أن تتخذ قرارات جديدة بعد شهر يوليو بالرغم من نية الأوبك لضخ 2.1 مليون برميل يوميا لتقليل عمليات خفض الإنتاج التي كانت على مدار العام الماضي والعام الجاري بسبب جائحة كورونا، إلا أن أسعار النفط كانت المستفيد الأكبر من إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والنظرة التفاؤلية للاقتصاد العالمي خاصة بعد حزم التحفيز الضخمة سواء من الناحية المالية أو النقدية. لكن السعر الحالي يستقر عند مستويات دعم متمثلة في خط اتجاه صاعد على الإطار الزمني الساعة رابط المستويات 67.90 دولار للبرميل. الاستقرار أعلى تلك المستويات يدفع الارتفاع إلى مستويات 68.84، وهي أعلى مستويات النفط منذ عام 2018، من المتوقع أنه في حال الكسر الواضح فقط لمستويات 67.50 أن يمتد التراجع إلى مستويات 67 دولار للبرميل، وفي حال كسرها يمتد التراجع إلى مستويات 66.20. ولكن الوضع الحالي يفضل استغلال التراجعات لبناء تمركزات شرائية طالما حافظ النفط على تداولاته أعلى خط الاتجاه الصاعد ومستوى الدعم الموضح على الرسم البياني. كانت هذه نظرة سريعة على الأسواق، تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.